السلام عليكم باشمهندسين، دلوقتي عايزين نتكلم في تركية بسيطة كده في الأوتوكاد. أنا لو عندي جدول زي ده ونفسي آخد الجدول ده أحطه في الإكسل، فعندك طريقة اللي هي الطريقة المعروفة إن أنت تاخد الكلام ده كده وتاخد كنترول سي وتفتح أي شيت إكسل وتحطه هنا كنترول بي. الفكرة إن الجدول بيجي لك وكل حاجة تمام، ولكن الجدول ده زي ما حضرتك شايف كده جاي هنا على هيئة صورة، وبالتالي بما إن هو جاي على هيئة صورة فأنت ما تقدرش تعدل فيه أو تعمل فيه أي حاجة. وهنا هيجي دور الليسب اللي احنا هنسطبه دلوقتي، وده هيمكننا ان احنا نودي الجدول ولكن مش على هيئة صورة، هو على هيئة ارقام وحروف فنقدر نتعامل معاه. الحاجة الاولانية ان احنا نحمل الليسب، نكتب اي بي. حلو، الليسب اسمه تيبل اكسبورت وهنزله لحضراتكم. تعمل له لود. الليسب ده اختصاره تي اي. قبل ما تعمل الليسب وقبل ما تشغل اي حاجه لازم اتاكد بس ان الاول ان الجدول ده العناصر بتاعته منفرده، يعني مش معمول بلوك، وبالتالي فانا هعمل له امر اكسبلود. فانا كده خلاص اتاكدت ان الجدول ده لا، ده كل حته لوحده مش معمول بلوك. بعد كده هنكتب الامر تي اي وندوس انتر، ومجرد ما حضرتك بتحدد التيبل وتروح دايس له انتر هتلاقي زي ما انت كده شايف في شيت اكسل اللي بيتعمل له كرييت من الاول للاخر، ويجي لك شيت الاكسل بتاع حضرتك زي ما حضرتك شايف ارقام وحروف اقدر اعدل عليها، اقدر اكتب اي حاجه زي ما حضرتك عايز تعمل اعمل. الموضوع بسيط جدا زي ما قلت لك، انت بمجرد ما تعمل الليسب وتدخله كده الموضوع هيبقى خلص معاك. هقولها تاني بسرعه، حضرتك بتكتب تي اي وتدوس انتر وبتختار الجدول، وبعد كده بتدوس انتر تاني فبيبدأ يعمل لك شيت اكسل في كل الجدول زي ما حضرتك شايف. الحاجة التانية اللي هنقولها في الفيديو ازاي بقى اعمل العكس. يعني ايه اعمل العكس يا باشمهندس؟ لو انا عندي بقى جدول هنا وعايز اخد الجدول ده احطه في الاوتوكاد، ففي الطريقة العادية برضو ان انت هتاخد الجدول ده كوبي بالطريقة دي وتيجي هنا كده في لوحة الاوتوكاد وتروح جاي هنا دايس ايه كنترول ايه برضو كنترول في، بيقعد ثانية كده ولا حاجة بعد كده بيجيب لك الجدول. ولكن برضو الجدول ده هل الطريقة دي تفيدنا او هتساعدنا في الحل؟ الاجابة لا، الطريقة دي مش من الطرق الكويسة، لان انت مثلا دلوقتي الصورة هتجيلك هنا او هيجيلك هنا على هيئة صورة ولكن مش هتعرف تتصرف معاه. يعني بص كده، هو كده جالك هنا الكلام زي ما انت شايف، التهنيجة دي اصلا يعني حاجة اهو، جالك الجدول زي ما انت شايفه هنا، ادي الجدول بالمنظر ده. الفكره كلها ان انت لما عملت كده الجدول ده برضو جاي لك هنا على هيئه صوره، وبما ان هو على هيئه صوره فانت برضو صعب جدا ان تعدل فيه. امال بنعمل ايه بقى؟ حضرتك هتيجي على الجدول اللي انت عايزه وليكن الجدول ده، هتحدد الجدول، كليك يمين وتقول له كوبي. بعد كده لما تيجي في الاوتوكاد يا باشمهندس بتكتب الامر ده بيست. حلو، بيست سبيكس اللي هو بيست سبيسيفيكيشن، يعني بتعمل بيست بس بطريقه معينه. بعد كده بتختار من هنا كده بيست لينك، وبعد كده بتروح دايس له اوكي وتحط الجدول. زي ما انت شايف هي طريقه مش اسرع ولكنها احسن. ليه احسن بقى؟ ادي الجدول قدام حضرتك اهو، انا لو جيت هنا وغيرت اي حاجه بدل ما هي دي مثلا كده كانت بي واحد، انا خليت دي بي 6 تمام، وخليت دي بي 7 وخليت دول 15، غيرت اي حاجه هتلاقي بسهوله جدا ان الكلام ده جه هنا اتغير، ادي بي 6 وادي بي 7 وادي ال 15، وبالتالي بقى الجدول ده مربوط بالجدول اللي في الاكسل، وبالتالي تقدر تعدل فيه بمنتهى السهوله وتعمل عمليه النمذجه. يبقى احنا كده في الفيديو ده اتعلمنا ازاي ننقل بالجدول من الاوتوكاد للاكسل والعكس. اتمنى يكون الفيديو كويس بالنسبه لكم، ان شاء الله يكون في فيديوهات تانيه. السلام عليكم.